الخير، واليوم 21 أغسطس 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، توقع تطور إيجابي بوضعك المهني بالمرحلة القريبة، وبهيدي الحالة رح تتفرغ لتوفير الحماية الكافية لوضعك المالي من جهة، وتأمين مسار إجراءات قانوني مستجد من جهة تانية. عاطفيا، أسلوب التلميح بالتخلي عن الشريك أو انتقاده بشكل مستمر لتبدو خطوة عملية لمعالجة الوضع المتوتر بيناتكم أبدا. مولود برج الثور، رح تواجهك أزمة عائلية مستجدة، ورح تلاحظ أنه أحد أفراد عائلتك معترض على أي عرض أو أي حل ما بيناسبه شخصيا. عاطفيا، لا يبدو أنك مرحب بأي خطوة أو مبادرة عم بيقدم لك إياها الشريك، ومن المحتمل ترتد الأمور سلبا عليك ما لم يتم احتواء مضاعفات الأزمة القائمة بيناتكم. مولود الجوزاء، الوقت غير مناسب للتفكير ببديل عن وظيفتك الحالية أو مجالك المهني، ولكنه مناسب لشراء الوقت بأقل كلفة ممكنة، بالإضافة لإجراء قانوني بانتظارك. عاطفيا، خلافك الأساسي مع الشريك غير قابل للحل الفوري، وخصوصا أن الوضع بيناتكم بيتطلب منك معالجتها كأجزاء منفصلة تماما عن بعضها البعض. مولود السرطان، رح يتبين لك بأنه العرض المهني اللي تلقيته مؤخرا ما بيتناسب مع طموحاتك المالية، والوقت لا يعتبر مناسب إطلاقا لترك المواضيع معلقة على الفاضي. عاطفيا، تصحيح العلاقة مع الشريك بيتطلب منك رفع منسوب الاطمئنان العاطفي ما بينك وبينه بشكل ملموس، وخصوصا أنه الأجواء الفلكية تبدو مرحبة بأي خطوة جدية بيناتكم. مولود الأسد، رح تتوصل لحل مهني مؤقت ولكنه قابل للتغيير والتبديل بأي لحظة، ومع ذلك لا يبدو سعيك للحصول على التطمينات المالية ممكن تحققها بسرعة. عاطفيا، مصالحة الشريك أو القبول بالتحديات المرتبطة بعلاقتك معه رح تنقلك من مرحلة لمرحلة تانية، ورح ترفع من كلفة الضغط النفسي عليك أكثر وأكثر، فانتبه. مولود العذراء، رح يتم استبعاد بعض المواضيع المهنية اللي كنت على وشك البدء بتنفيذها، إلى جانب التركيز على تطويق بعض المشاكل الطارئة. عاطفيا، مواقف الشريك أصبحت مزعجة جدا بالنسبة لك، ورح تفضل ترك الباب مفتوح بيناتكم على القرارات الوسطية أو التوافقية بشكل غير معلن. مولود الميزان، أفكار وطموحات مالية عم بتدور براسك فعليا، وبذات الوقت عم تشعر بأنك مكتف وغير قادر على إدارتها بالشكل يلي بيسمح لك ترجمتها على أرض الواقع. عاطفيا، الجفا بالعلاقة مع الشريك أصبح واضح جدا ما بينك وبينه، ومع ذلك الوقت يعتبر مناسب للتخفيف من سقف الأخطاء العاطفية الموجودة بيناتكم. مولود العقرب، المواجهة الصعبة يلي مريت فيها من فترة بسيطة مع البعض من الزملاء عم بتأكد لك مخاوفك منهم ومن تكرار نفس التجربة معهم، ولكن ضمن عناوين ومسميات متشابهة ببعض المطارح. عاطفيا، تبدو متمسك بموقفك العاطفي ومصر على حلحلة المواضيع الحساسية اللي واقفة بطريق استقرارك الفعلي مع الشريك. مولود القوس، الفلك عم يتحدث عن موافقة ضمنية رح تنقلك باتجاه واقع مهني جديد وضمن ترتيبات قابلة للتنفيذ، بالإضافة لإجراء مالي سريع بانتظارك. عاطفيا، تمديد فترة الضغوطات العاطفية الواقفة بوجه علاقتك مع الشريك عم بتخليك بحالة جهوزية تامة لمواجهة مضاعفاتها القاسية على الطرفين. مولود برج الجدي، رح يتم نقل معركتك المهنية مع البعض من الزملاء بشكل مستمر، ومع ذلك تبدو حريص على التعامل مع الأزمات الطارئة المرتبطة فيها بسرية تامة. عاطفيا، رح تتجنب القيود يلي فارضها الشريك على علاقتك معه، وبذات الوقت عم بتفكر بالخطط البديلة يلي ممكن تقوي موقفك معه بشكل أوعى أكثر. مولود برج الدلو، وضعك المهني بيتطلب منك السرعة بتحريك أعمالك والاجتهاد على استعادة هيبتك ومكانتك الفعلية، بدل ما تعيش تحت سيطرة الضغط النفسي والمالي يلي أصبح مرافقك بشكل ملموس. عاطفيا، تحصين علاقتك مع الشريك بحاجة لخطوات فعلية لإنقاذ الوضع بيناتكم من الجفا العاطفي اللي أصبح على مسافة قريبة من الطرفين. وآخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، عم تسعى لتشكيل واقع مهني ضمن مواصفات محددة، وكأنه قيد الأعداد حاليا رح يساعدك على تحقيق ظروف مالية أقوى وأفضل من السابق. عاطفيا، قلبك مازال مشغول بالشريك، ولا يبدو أنك قادر على التراجع بخطوة وحدة عن مشاعرك تجاهه، ومتأمل بذات الوقت بتطورات جديدة تلعب لصالحك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.